السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية من طقس العرب. نهار اليوم ساعات أجواء باردة نسبيا في أغلب مناطق المملكة، هطلت بعض زخات الأمطار الخفيفة في العاصمة الرياض وعموم شمال منطقة الرياض وأجزاء من منطقة القصيم. كما ذكرنا هي كانت عبارة عن زخات خفيفة من الأمطار نتيجة لعبور كمية من الغيوم متوسطة الارتفاع ومنخفضات الارتفاع. نبدأ نشرتنا باستعراض المحاور الرئيسية التي سنتحدثها خلال هذه النشرة، وهي أجواء غير مستقرة خلال نهار اليوم ونهار الغد وحالة جديدة من عدم استقرار الجو اعتبارا من يوم الأربعاء. سنستعرض تفاصيلها في هذه النشرة. درجة حرارة حول معدلات مثل هذا الوقت من العام وانخفاض على درجات الحرارة في شمال وشرق ووسط المملكة خلال عطلة نهاية الأسبوع. صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار لكمية من الغيوم العالية بدون فعالية في عموم مناطق المملكة. هنا هذه الغيوم هي عبارة عن غيوم متوسطة ومنخفضة الارتفاع هي التي عملت على هطول زخات خفيفة من الأمطار خاصة خلال ساعات الصباح الباكر في منطقة القصيم شمال منطقة الرياض وشملت بعض الأحياء من العاصمة الرياض. نتحدث الآن عن الحالة الجوية المتوقعة اعتبارا من يوم الأربعاء، وهي عبارة عن حالة من عدم استقرار الجوي يتوقع أن تنشأ، ستكون نوعا ما خفيفة. هذه الحالة هي عبارة عن اندفاع لكتلة هوائية باردة مع امتداد لمنخفض البحر الأحمر ووجود كتلة هوائية دافئة ورطبة من الجنوب ستعمل على الحدوث أو زيادة لأجواء غير مستقرة في عموم المنطقة الجنوبية الغربية، المنطقة الغربية، امتدادا لأجزاء من المنطقة الوسطى وأجزاء من المنطقة الشمالية والشرقية وحفر الباطن. هذه الحالة ستبدأ يوم الأربعاء وتستمر يوم الخميس. بالمجمل ستكون عبارة عن حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، تطل زخات خفيفة من الأمطار تشمل مدينة جدة، لكن تكون الأمطار أكثر غزارة فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية، سواحل ينبع، أجزاء من منطقة الطائف وأيضا منطقة القصيم وحفر الباطن. باقي المناطق ستشهد هطول زخات خفيفة من الأمطار. أستعرض الآن وإياكم خرائط توزيع الأمطار المتوقعة خلال الأيام القادمة اعتبارا من يوم الاثنين وحتى يوم الأربعاء، حيث تستمر حالة من عدم استقرار الجو بالتأثير هنا في المنطقة الجنوبية الغربية يوم الاثنين تشمل المناطق الساحلية أيضا، تستمر خلال ساعات نهار أو تستمر خلال ساعات ليلة الاثنين على الثلاثاء وخلال ساعات نهار يوم الثلاثاء، على أن تبدأ كتلة هوائية باردة قادمة من شرق البحر المتوسط بعبور المنطقة الشمالية من المملكة تعمل على تطور هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي. تتكاثر الغيوم الركامية الرعدية خلال ساعات ليل الثلاثاء على الأربعاء وتعطل زخات رعدية من الأمطار قد تشمل مدينة جدة خلال هذه الفترة، أيضا خلال ساعات صباح يوم الأربعاء وخلال نهار يوم الأربعاء تنتشر هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي تشمل مزيد من المناطق من المدينة المنورة عموم المنطقة الغربية والجنوبية الغربية بما فيها المناطق الساحلية منطقة حائل والقصيم وحفر الباطن. تستمر أيضا فرص هطول زخات الأمطار خلال ليل الأربعاء الخميس وخلال نهار يوم الخميس تتراجع قليلا مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة في المنطقة الشمالية نستعرضها في هذه الخرائط لتوزيع الكتل الهوائية. خلال منتصف الأسبوع ترتفع درجات الحرارة في المنطقة الغربية والشمالية نتيجة لامتداد لمنخفض البحر الأحمر في هذه المناطق، لكن خلال يوم الخميس ويوم الأربعاء تمتد أو تندفع كتلة هوائية باردة من الشمال نحو شمال المملكة هي التي ستعمل على حدوث هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي، تنخفض درجات الحرارة في المنطقة الشمالية والشرقية ثم لاحقا المنطقة الوسطى خلال عطلة نهاية الأسبوع تكون الأجواء باردة نسبيا خلال ساعات النهار لكن باردة بشكل لافت خلال ساعات الليل. التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة حيث تسود أجواء مستقرة، طقس غائم جزئي مع غيوم منخفضة، 13 درجة مئوية كحرارة دنيا، الملموس 12، الرطوبة مرتفعة والرياح تكون غربية معتدلة السرعة. بالنسبة للتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة يوم الاثنين تهطل زخات خفيفة من الأمطار خلال ساعات الصباح 21 درجة مئوية، أما الصغرى 11، يوم الثلاثاء يستقر الطقس بشكل كامل 23 درجة مئوية كحرارة عظمى الصغرى 11، ويوم الأربعاء طقس مشمس 24 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى 13 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.